طلاب راح ناخذ مثال اخر عن موضوع الاكوليبريم، راح يكون المثال الاخير. هنا يقول the member shown the figure below is pin connected at A. اذا هنا انا اكو عندي نقطة A، مباشرة تنتبه اكو عندي نقطة A. هنا انا نوع الكونكشن او نوع السبورت اللي موجود عندي هو pin، واعرف شنو معنى pin. And rest against a smooth support at B. اذا هنا انا عندي B وعندي smooth support، واعرف شنو معنى smooth support. طبعا نوع المسند قلنا هو يحدد لي نوع الرياكشنز اللي موجودة عندي. Determine the horizontal and vertical components of reaction at the pin A. اذا انا المطلوب من عندي احسب الرياكشنات اللي موجودة بالبن A، يعني اللي هم AX و AY. اذا اول خطوة بالإكوليبريم شلون احل، ارسم الفري باي دايجرام. شلون ارسم الفري باي دايجرام؟ ارسم الشكل، اوكي، مبدئيا ارسم الشكل مثل ما موجودة عندي، هذا الحديدة اللي موجودة بهذا الشكل، ومن بعدها انزل القوى المؤثرة عندي. القوى اللي مؤثرة شنو؟ عندي هذا المومنت اللي هو 90، وبعدها عندي هذا الحمل اللي هو 80 نيوتن بير متر. هذا الحمل اسمه distributed load. distributed يعني شنو؟ يعني حمل منتشر. اوكي، حمل منتشر. يعني شنو حمل منتشر؟ يعني شوف انه هو منتشر ضمن هذا طول الشكل. هذا لازم احوله الى concentrated load. concentrated load يعني شنو؟ يعني حمل مركز. حمل مركز يعني عبارة عن قوة. اوكي، هذا شلون احوله؟ اطلع كأنما مساحة الشكل هذا الحمل. طبعا هذا الحمل موجود بشكل مثلث، يبدي من هذه النقطة وينتهي في هذه النقطة. اوكي، الطول مالته 1.5، الارتفاع هنا جت الارتفاع 80 نيوتن بير متر. فاوجد مساحته. شلون اوجد مساحته؟ هذا مثلث، نصف القاعدة في الارتفاع، نصف القاعدة شقد؟ 1.5. الارتفاع شقد؟ 80. اوكي، يعني 3/80 60. اليونت شنو؟ اليونت الواحد ونص شنو وحدتها؟ متر، مو 1.5 متر. في الثمانين شنو وحدتها؟ نيوتن بير متر، يعني نيوتن على متر. المتر تروح ويا المتر، ايش تبقى لي؟ 60 نيوتن. فانت اذا عندك حمل منتشر مباشرة تحوله الى concentrated load. يعني لو كان مثلا عندي مستطيل، لو كان بهالشكل، لو كان بهالشكل هذا الحمل، لكان شنو المساحة مالته؟ عبارة عن 1.5 في 80، القاعدة بالارتفاع، 1.5 في 80 120، يعني يصير 120 نيوتن لو كان مستطيل. اوكي، هنا عندي مثلث نصف القاعدة في الارتفاع. تبقى بعد شغلة مهمة، انه وين المكان مالته هذا؟ اوكي، طلعت قيمته 60، وين اخلي المكان مالت القوة؟ دائما القوة اذا كان الحمل عندي منتشر بشكل مثلث، فتبتعد ثلث البعد من القاعدة او من الماكسيمم فاليو للحمل. يعني وين؟ هسه هذا المسافة كلها شقد؟ المسافة 1.5 متر. 1.5 متر، هو يبتعد ثلث من هذه الماكسيمم فاليو، من القيمة العظمى إله. فثلث كله 1.5، ثلث الواحد ونص شقد؟ نص. فيبتعد منا لهنا نص متر، وأنزل القوة، يعني هذا شقد؟ نص متر، والباقي 1 متر. أصير المسافة الكلية شقد؟ 1.5. لو كان الحمل مستطيل، لا يكون، لو كان الحمل مستطيل، اوكي، فمن احسب القوة وين يكون مكانها؟ بالنص، على اعتبار انه سيمتريك من هاي الجهة وهذه الجهة. اوكي، هسه عرفنا حولنا هذا concentrated load الى قوة مقدارها 60، وعرفنا وين مكانها، عبارة عن ثلث منين؟ من قاعدة المثلث او القيمة العظمى للمثلث. وصارت عندي هسه موجوده
نزلت القوى، اجي انزل الرياكشنز بنقطة A، هذه نقطة A، موجود عندي AX AY على اعتبار قلنا البن هو يتحمل رياكشنز in two directions باتجاه الـ X باتجاه الـ Y. بعد شنو عندي؟ عندي بنقطة B، هذا شنو؟ هذا smooth support، smooth support. الرياكشن اللي يتحمله فقط باتجاه واحد اللي هو يكون عمودي على السطح. اوكي، اذا تراجعون الجدول اللي حكينا عنه بالمحاضره الاولى لموضوع الايكوليبريم، يكون عمودي على السطح، نسميه طبعا نورمال في نقطه بي، ف ان بي. اذا هسه كمل عندي الايكوليبريم فري بودي دايجرام لهذا الشكل، هذا فري بودي دايجرام، اريد احسب الاي اكس والاي واي. اوكي، شلون احسبهم هذولي؟ اجي اذا اخذ سميشن اف اكس، قلنا المعادلات اللي موجوده عندي الاكس والواي والمومنت، هذول معادلات الاتزان فقط، هم هذول اللي استخدمهم حتى احل الاكوليبريم. اذا اخذ سميشن اف اكس راح تدخل عندي المعادله، راح تدخل عندي الاي اكس ويدخل عندي المركبه الافقيه للان بي. اذا اخذ سميشن اوف واي راح يدخل الاي واي والمركبة العمودية للان بي. اوكي، فايش راح اسوي؟ طبعا قلنا ماكو مشكلة، اقدر استخدم هذول الاثنين، هم اف اكس راح يصير عندي مجهولين، واخذ اف واي يصير عندي مجهولين، وممكن ما اعرف بعد تاخذ لك معادلة ثالثة يصير عندك ثلاث مجاهيل وتحل بيناتهم، وهذه الطريقة انا اشوفها صعبة. واقدر اقول لا، سميشن مومنت حول نقطة A، كل شيء عكس عقارب الساعة هو موجب يساوي صفر، اخذ مومنت حول هاي النقطة. ليش؟ حتى الـ AX والـ AY ما يدخلون وين؟ بالمعادلة، يبقى عندي فقط الـ NP. اوكي، يبقى لي عندي مجهول واحد واقدر احسبه. ماشي، مجموع العزوم، اول شيء شنو عندي؟ عندي عزم من طين اياه هو اوريدي 90 مسلط على الشكل، طبعا الاتجاه مالته شنو؟ باتجاه عقارب الساعة، فالإشارة مالته سالبة ناقص 90، بعد ناقص 60 أيضا باتجاه عقارب الساعة 60، الذراع مالته شقد؟ 1 متر. بعد شنو عندي؟ عندي الـ NP، الـ NP تفر لي شلون؟ تفر بهالاتجاه عكس عقارب الساعة، يعني NP في شقد الذراع مالتها؟ الذراع مالتها انتبه منطيني الذراع المائل مالتها، فمباشرة اخذ 0.75 متر، هذا يساوي لي صفر. المجهول هنا أنا عندي بالمعادلة فقط الـ NP، ومن عندها الـ NP راح احسبها 200 نيوتن. اوكي، خليني انظف الشكل حتى احسب من جديد. هذه عندي الـ NP، هسه اقدر اخذ summation fx؟ اقدر اخذ summation fx، هذا summation fx يساوي صفر، كل شيء بهذا الاتجاه هو موجب. ف summation fx هنا أنا شنو عندي؟ القوى اللي موجودة عندي، أول قوة اللي هي موجودة عندي الـ AX باتجاه الموجب، وبعد منو عندي؟ عندي المركبة الأفقية للـ NP، وهذه راح أخذ إشارة سالبة لأن باتجاه السالب، يعني هذا راح يكون بهالاتجاه، مو هذه المركبة الأفقية وهذه المركبة العمودية، فراح تصير ناقص الـ NP اللي هي 200 باتجاه الافقي. شنو عندي؟ ايش قد الزاوية؟ راح اخذ لها الساين على اعتبار هي البعيدة عن الزاوية، ناقص 200 ساين 30 يساوي صفر. هنا عندي الـ AX يساوي 200 ساين 30، طبعا الساين 30 نص، فراح تصير 100 نيوتن، هذه الـ AX. من اجي لل اي واي اقدر اقول سميشن اف واي يساوي صفر، كل شيء الاعلى موجب، فراح اجي شنو عندي؟ عندي الاي واي اتجاهها للاعلى ناقص، ايش عندي بعد؟ عندي هذه المركبه الافقيه للان بي، يعني 200 كوساين 30 اتجاهها الاسفل، وبعد عندي 60، هذه 60 ايضا اتجاه الاسفل، 60 يساوي صفر. من عدها راح تطلع قيمة الاي واي يساوي 233
نيوتن. فهذول هم قيم الرياكشنز اللي مطلوبات من عندي اللي هم الاي اكس والاي واي، لكن انا شنو اضطريت احسب الان بي على اعتبار ما اقدر القاهم هذول الاي اكس والاي واي بدون ما القى الرياكشن اللي موجود بالان بي اللي هو السموث سبورت. اوكي، اذا هذه هي الطريقه اللي نحل بيها اسئله الاكوليبريم، اسوي فري ويت دايجرام اوكي، ومن بعدها استخدم معادلات الاتزان اللي هو سميشن اف اكس سميشن اف واي وسميشن مومنت. لكن ضروري جدا مهم جدا تعرف اي معادله تبلش بيها. المعادله اللي ابلش بيها هي المعادله اللي تدخل بيها اقل عدد ممكن من المجاهيل. اوكي، يعني هنا لو بلشت بالسميشن اف اكس راح يكون عندي مجهولين، سميشن اف واي مجهولين، سميشن مومنت لا يدخل مجهول واحد. ومهم ايضا تعرف المومنت تاخذه حول اي نقطه، يعني اذا تاخذ هنا حول المومنت حول النقطه بي، اوكي حول النقطه بي، لكان دخلت عندك الاي اكس والاي واي اثنينهم يسووا لك مومنت. اوكي، فضروري جدا تعرف المومنت تاخذ حول اي نقطه. والشغله اللي ممكن تكون جديده هنا اخذناها بهذا المثال اللي هي ديستريبيوتد لود، الحمل المنتشر، ضروري جدا. واتمنى تطلعون على مثال انه ماخذين ديستريبيوتد لود بشكل مستطيل، اللي هو حتى نحسب القوه مالته يكون فقط الطول في العرض، تطلع عندك قيمه القوه والمكان مالته في نص المستطيل. هنا عندي مثلث، فاحسب مساحه الحمل تكون نصف القاعده في ارتفاع، والمركز او نقطه تاثير القوه تكون على بعد ثلث من القمه، قمه المثلث، او على بعد ثلثين منين من يعني النهايه الصغرى للمثلث. اوكي، طبعا اكو اشكال من الديستريبيوتد لود، اتمنى تطلعون عليها تشوفون امثله اكثر بالمصادر، لكن هو المبدا واحد، واتمنى يكون الموضوع واضح. شكرا جزيلا.